أهلا وسهلا ومرحبا بجميع صديقاتي وكلياناتي وأحلى متابعي قناة شيدانيت شوب بين فاشن. سمحوا لي الناس، عمري ما تعطلت عليكم هاد الغيبة الطويلة، فمشي الخاطري غير شوية ديال الضغط. والله العظيم كنا كنقولوا من وراء رمضان، يعني مورا العيد إن شاء الله غادي تخفف عندنا شوية القضية وغتنقص الطلبات ديال الكليان. صافي الكليان يعني غينسى الشراء وغينسى يعني شحال هادي وشحال هادي، صافي غادي القضية غتكلمى واحد شوية قرب العيد الاضحى ان شاء الله ثاني تحرك القضيه شويه. ولكن وقع العكس، والله العظيم البنات صراحه نفس الضغط اللي كان باقي، نفس الاسئله اللي كانت باقيه، يعني ما شي حاجه ما تغيرت. وصراحه عقلت، كنت قلت لكم 10 ايام عاد غنخدم، وخدمت تقريبا انا والله العظيم البنات نهار العيد وانا مريحه مع العائله وخدامه، ما كنقدرش ما نجاوبش الكليان حيت هذا الواتساب هي يعني النمره اللي كنخلي لكم راه هي النمره ديالتي انا بيرسونيل، يعني ماشي نمره الخدمه صافي، نمره عندي فيها عائلتي صحاباتي خواتاتي الاصدقاء ديالي، يعني الناس فاش كيشوفوني انا داخل الواتساب فكيحسب ليهم راه انا خدامه، وانا كنكون كنهضر مع اختي ولا مع بنت خالتي ولا مع صاحبتي ولا، فكنضطر فكتصوني عليا. فاش كتصوني عليا شي كليانه كتقول راها اونلاين راها خدامه وانا كنكون غير مع العائله، يعني كنضطر انني نجاوب سواء ابيل سواء ميساج. فاش كنجاوب كنلقى راسي انني خدامه، يعني مادام انني كنجاوب كليان يعني انا خدامه. صافي واستمريت، ما بقيتش خديت نهائيا ديك 10 ايام راحه، استمريت في الخدمه، يعني انا ما كنحسش نهائيا انني خديت شي سيمانه او شي 5 ايام او شي يومين راحه. والله العظيم ربي شهد عليا والكليانات اللي كيتهضروا معايا دائما، يعني كليانات ديال الجمله وسوا ديال الجمله سوا ديال التقسيط، هما عارفين انني راني ما ارتحيتش نهائيا. فاشنا هي الحاجه الوحيده اللي قلت نرتاح منها شويه؟ قلت غنرتاح من القناه. غتلاحظوا ان اخر فيديو حطيته تقريبا من ورا العيد تقريبا، ولا قبل العيد بيومين، ولا مورا العيد بيومين، هو داك ديال لي بيجو هذاك، يعني قلت صافي غنحط هذا الفيديو ديال لي بيجو وغنرتاح شويه. ما بقيتش قدرت الصراحه، ما بقيتش قدرت انني نهضر بهذه الطاقه هذه ونقاد شي فيديو ونهضر فيه ونحط فيه الثمن ونشرح. والله العظيم سمحوا لي البنات شحال من موديل انني سمحت فيه، سمحت في داك الرزيق ديالو، كلشي غير على ود باش انا نرتاح شويه. ما بقيتش قدرت نهائيا نقاد شي فيديو نحطو رغم انني كنمونطي بطريقه سهله، واخا هاد الطريقه راه شويه هي كتعذبني، ولكن كنحس بانني عطيت فيها واحد الطاقه وعطيت فيها واحد الوقت، غير انك تيليشارجي واحد الموديل وتقادي هكا وتديري هكا الصور وتطلقي هكا الاوديو تهضري فيه وعاد تثبتي الثمن وعاد تيليشارجيه وعاد انستاليه وتكتبي تحت منه العنوان وتكتبي تحت في صندوق الوصف، يعني الديسكريبشن ماش كيقولوا لي بالله انجلي، صندوق الوصف تحطي فيه توا داكشي. عاد عاوتاني كيجيوك الاسئله اختي بغيت هذا، ورغم ان بزاف ديال الكليانات كنحط الثمن ما كينتابوش ليه، كيعاودوا حتى هما يسولوني شحال الدخي وكنعاود نجاوب. هذا الشيء كله ماشي ساهل، يعني كنهضر معكم بحال كنهضر مع خواتاتي، عارفه ان بزاف ديال الكليانات الحمد لله كيحسوا بيا وكيقدروني، فكنحمد ربي وكنشكروا على هذه النعمه. هذا ما كان، فغير بغيت نشرح معكم هذه المساله هذه اللي بغيت نقول لكم، يعني خلاصه الموضوع انني لحد الان مازال ما ارتحيتش نهائيا. غادي ندير بحال جميع الناس وجميع التجار، ما كايناش الراحه نهائيا حتى العيد الاضحى ان شاء الله، وناخذ واحد 10 ايام جميعا راحه ونديروا فيها زياره الاحباب والعائله وصافي ونرتاح. اما دابا استمريت في الخدمه وقلت صافي من هنا حتى العيد الاضحى ان شاء الله ونرتاح. يلا البنات ان شاء الله نشرح معكم هذا الموديل، غتشوفوا كيف ما الحاجه الوحيده اللي كتهم بزاف ديال الناس هو الثمن، كيبغيو شويه يكون نازل، فغتكونوا لاحظتوا الثمن، راه حطيتو لكم من بدايه الفيديو 330 درهم هذا البوركيني ديال البحر، يعني ديال السباحه، الثمن ديالو 330 درهم. هو الصراحه راه طالع شويه في الثمن بحكم انه ديال تركيا، راه كيدير 350 درهم، انا حيدت 20 درهم باش الكليانات ديالي يجيهم الثمن مناسب. بالنسبه للمقاسات ام ان اكس ال دوبل اكس ال، يعني علاش كنعاودهم البنات بالارقام
حيت بزاف ديال الكليانات كتقول لي واش بصح 44 هي الدوبل اكس ال، واش بصح 46 هي الطروه اكس ال. هادشي البنات ما فيش بصح، تاكدوا سولوا البوتيكات راه هادشي هو اللي كاين. الام هي 38، ال هي 40، الاكس ال هي 42، والدوبل اكس ال هي 46. هادو هما المقاسات اللي كاينين في هاد البوركيني، يعني ما كايناش 3 اكس ال، ما كايناش 3 اكس ال. اللوان اللي كاينين هما اللي حطيت. فاش كنبدا نقول هاد الهضره اشنو كنتفكر؟ علاش كنبقى نقول لكم هاد الهضره؟ حيت شحال من مره كنحط المقاسات ام ال اكس ال دوبل اكس ال، كيجيني شي سؤال، كيجوني اسئله ماشي غير سؤال، اختي واش ما كاينش 3 اكس ال؟ واش ما كاينش 46؟ والله العظيم كون كاين تنحطو، راه ما كنخبي عليكم حتى حاجه. انا قلت لكم هاد الالوان هما اللي كاينين باش ما يجينيش داك السؤال ديال اختي واش ما كاينش الموف، اختي واش ما كاينش الموطارد، خواتاتي والله العظيم داكشي اللي كاين هو اللي كنحطو. الطايات اللي كاينين هما اللي كنحط، الالوان اللي كاينين هما كنحط، اي حاجه كنحطها كيف ما كتجي، ما كنزيد ما كنقص. دونك تفهمنا على هاد القضيه. القضيه الاخرى اللي غنشرح معكم هي بالنسبه لهاد الموديل هو احسن ما كاين وبثمن مناسب. لحد الان احسن ما كاين وبثمن مناسب، لا لقيتو بحالو وطالع في الثمن، يعني عرفوا كل واحد كل واحد وكيحط داكشي باش نقنعوا الله. كاين اللي بغات تربح كثار، كاين اللي بغات تربح اقل، وكاين اللي بغات تربح يعني مويه. داكشي كيبقى على حسب القناعه ديال كل واحد. ولا لقيتو شي بوركيني احسن منه غتلقاوه طالع في الثمن، يعني كيف كيقول المثل زيد الماء زيد دقيق، كل حاجه كتباع على حسب بالثمن، بالثمن على حسب الجوده ديالها. وبالنسبه كيف ما قلت لكم ها انتم غتلقاو ان راه عليه تركيا، يعني الصراحه هذا الموديل راه ديال تركيا، ما كاينش فيه لا كوبي لا غش لا هم يحزنون. كعارفيني كنقول لكم اللي كاين تركيا تركيا كوبي كوبي، هادشي اللي كاين. الكوبي ما كنحطوش انا في القناه ديالي، كنحط تركيا تركيا، مغربي مغربي، يعني كلشي كيكون باين. بالنسبه للكاليتي ديال الثوب راها زوينه بزاف بزاف بزاف، يعني الثوب ما كيدخلش الماء، صبني وربي، ما كاين لا كيترخى ولا كيطلع ولا كيطلق، ما غيديرش لك زعما الحكه من خلال نوعيه الثوب ولا شي حاجه. يعني الصراحه موديل زوين وكاليتي ديالو زوينه والثمن ديالو مناسب. بصراحه البنات الثمن جد مناسب، ما بغيتش نحط 350 درهم. انا حيد ديك ال 20 درهم سمحت فيها، قلت ماشي مشكل 330، الله يجعل البركه. كيف ما كنقول لكم دائما اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. وبزاف ديال البنات راه باقين كيدخلوا عندي من القناه وكتقول لي اختي فين عندك المحل، يعني ما كيكملوش الفيديو كامل، حيت اي فيديو وليت كنشرح فيه بلا انا ما عنديش محل، انا كنبيع السلعه بالكوموند من الدار على حسب الطلب ديال كلياناتي. انا غنعاود نشرح لكم عاوتاني. اللي بغات شي موديل كتصوروا من الفيديو كتصيفطوا ليا في الواتساب ديالي، كنخليه لكم في العنوان تحت اي فيديو، وكنخليه حتى في الفيديو. 06 52 41 53 10. انا كاينه في الدار البيضاء، مكان التواجد ديالي في الدار البيضاء، وكندير الارسال لجميع المدن المغربيه عبر الامانه، عبر الارساليات. كاين بزاف ديال الارساليات، كاين الامانه، كاين لوكس، كاين اكسبريس، كاين اس تي دي ام، كاين ستيام، بزاف ديال الارساليات كنقدروا نرسلوا فيهم، او غزاله، بزاف ديال الارساليات، يعني انت اختاري اي ارساليه بغيتي. انا عارفه ان بزاف الارساليات كيوصلوا لجميع المدن في المملكه المغربيه. انتي بغيتي تقولي لي صيفط لي اختي مع المعلم مزيان، صيفطك انا مع اللي مزيان. ديك الساعه انا نختار الارساليات المناسبه. كنتي انت متعوده كتكوموندي سوغ انترنيت ومتعوده على شي ارساليات، نصيفط لك معاهم ما عنديش مشكل. ب 50 درهم لجميع المدن، والتوصيل داخل الدار البيضاء مع الليفرور ب 25 درهم. فكيف كنقول لكم البنات دائما اللي بغات شي موديل كتصوروا من الفيديو كتصيفطوا ليا في الواتساب ديالي اللي كنخلي لكم في العنوان دائما، وكنخلي لكم حتى في الفيديو اللي هو هذا 06 52 41 53 10. من بعد كنصيفط ليها الكونت ديالي في اقرب وكاله ليها هي، مثلا البنك الشعبي، نقدر نصيفط لك البنك الشعبي ولا البريد بنك ولا مثلا صافي كتصيفط ليا انت الفلوس. كاين اللي كتصيفط ليا غير التصبيق، كاين اللي كتصيفط لي الفلوس كاملين على حسب اللي بغات الكليانه.
وكتصور التوصيل وكتصيفطوا ليا، حتى كندخل نشوف التوصيل يعني كتصوني عليا باش كنعرف بلا هاد السيده راه صيفطات لي الفلوس. كتقول لي الو رشيده اختي دخلي شوفي راني صيفط لك التوصيل فيه الفلوس، دخلي شوفي باش تكوموندي ليا هادي اللي بغيت. تحت من التوصيل كتكتبي الاسم ديالك الكامل والعنوان مضبوط والرقم ديال التليفون، صافي وعاد كنكوموندي لك داكشي اللي بغيتي وكنصيفطو لك. فمرحبا بكم كاملين، ما تبخلوش عليا بشي تعليق زوين زوين زوين. الكلمه الطيبه صدقه، قل خيرا او اصمت، وخليوا لي جيم بارطاجيو مع صحاباتكم والعائله اللي ما شريت تنزه باش حتى هما يشوفوا ويتعرفوا على محتوى قناتي. مرحبا بكم كاملين، تبقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.